خلال مشاركته في القمة التنسيقية الأفريقية بنيروبي، الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر للعمل على تعميق التكامل الاقتصادي ودفع معدلات التنمية الأفريقية. خلال قمة مصرية كينية بنيروبي، الرئيس السيسي يبحث مع روتو الأوضاع بمنطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل والأزمة في السودان. رئيس الوزراء يستعرض مع وزير السياحة حزمة للحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي. أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية. أهلا بكم إلى التفاصيل. مسار واضح انتهجته القيادة السياسية منذ توليها في التعامل مع ملفات القارة الأفريقية على أساس وحدة المصير. من هنا تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي في نيروبي في نسختها الخامسة، تأتي وسط مشهد إقليمي ودولي شديد التغيير. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الأفريقية وتؤثر على قدرتها بالاستمرار في المسار التنموي الأفريقي. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري ضمن فعاليات الدورة الخامسة لقمة منتصف العام التابعة للاتحاد الأفريقي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. لقد تشرفت بناء على ثقتكم بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد لعامي 2023-2024، وتتولى مصر رئاسة هذا الكيان المهم في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستوى الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها لنيباد، مشيرا إلى أن التشاور مستمر مع الدول الأفريقية لتسريع أجندة التنمية الأفريقية 2063. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية في مسارها التنموي. اتصالا بما تقدم، وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها لنيباد ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد برئاسة المديرة التنفيذية السيدة ناردوس بيكيلي، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يعمل على تسريع وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، وهي على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية الشقيقة في مسارها التنموي. وأكد الرئيس السيسي أن من أبرز الأولويات المصرية لرئاسة نيباد هي سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2024-2034. كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تطوير البنية التحتية. أولا، سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2024-2034، بما يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات التي واجهناها، وعلى أن يتم صياغتها بالتنسيق الكامل
مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وبحيث تكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034. ثانياً، استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تطوير البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الخاص في دولنا الإفريقية وانخراطنا في سلاسل القيمة المضافة عالمياً عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية. وأدعو هنا في هذا الإطار إلى تبني مقترح سكرتارية النباد لإطلاق مبادرة فريق إفريقيا لحشد الموارد، وذلك لتحديد الاحتياجات التموالية للقارة الإفريقية. ثالثاً، تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي بشكل يراعي احتياجات الدول النامية بدرجة أكبر. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الخامس لقمة منتصف العام التابعة للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق إن القمة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقع للأزمات المتعددة بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية لمجتمعاتها. تأتي قمتنا في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية، خاصة الإفريقية، على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا، وكذلك على الحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو. فضلاً عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية على توفير البيئة الدولية لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، أخذاً في الاعتبار ما نشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة ثم أزمة الغذاء والأسمدة، وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية. وقال الرئيس السيسي إنه على الرغم مما عكسته قمة كوب 27 بشرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية لا يزالوا غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الأفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي. على الرغم مما عكسته قمة شرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتطلب تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب. ولا يزال شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الإفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لإعادة توجيه قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة، فضلاً عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال كلماته قدم الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية توفير البيئة اللازمة لتنفيذ السريع للمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة. أولاً، توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات وبرامج مؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة. ثانياً، صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات. ثالثاً، التركيز على مبدأ العدالة والإنصاف بحيث يراعي التحول المطلوب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية
وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والإفريقية. رابعاً، تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل التكيف مع الاعتراف بما تتحمله الدول الإفريقية من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. خامساً، تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول والاحتواء أي آثار سلبية عابرة للحدود.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد انطلاق الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتعد القمة المنتدى الرئيسي للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لموائمة عملهم وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القارية لتحل محل قمم يونيو ويوليو. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، حيث أكد الرئيس السيسي تميز العلاقات الثنائية التي تربط مصر بشقيقتها كينيا والأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور مع رئيس روتو بشأن القضايا الأفريقية. من جانبه رحب الرئيس الكيني بزيارة الرئيس السيسي إلى نيروبي، مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا. تناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والقارية، ومن بينها الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل والأزمة في السودان، حيث تم تناول جهود التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة، ومن بينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي، ما يحقق مصالح الشعب السوداني الشقيق. شهدت العلاقات بين مصر وكينيا منذ عام 2014 تطورا إيجابيا وتناميا ملحوظا على جميع الأصعدة. وقد انتهجت مصر مسارين في علاقتها مع كينيا. المسار الأول هو العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة التي تدعم التعاون بينهما. أما المسار الثاني يتعلق بالتعاون في مجال المياه باعتبارهما دولتين هامتين في مجموعة دول حوض النيل. ترتبط مصر وكينيا بشريان واحد هو نهر النيل وتاريخ طويل من التعاون البناء يسعى خلاله البلدان لتحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما
اعتماداً على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز. العلاقات بين مصر وكينيا شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014 تطوراً إيجابياً وتنامياً ملحوظاً على جميع الأصعدة، فمصر انتهجت منذ ذلك الحين مسارين في علاقاتها مع كينيا، فكانت العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة التي تدعم التعاون بينهما هي المسار الأول في هذه العلاقات، أما المسار الثاني فيتعلق بالتعاون في مجال المياه باعتبارهما دولتين هامتين في مجموعة دول حوض النيل. ويعد التعاون الأمني بين مصر وكينيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من أهم مجالات التعاون بين البلدين. كذلك تمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا بعداً هاماً في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية، فقامت مصر منذ عقود عديدة بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي جمعت البلدين، حيث شهدت تلك العلاقات تطوراً إيجابياً نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا. هذا وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 بنحو 53% مسجلة 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في عام 2019. كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال عام 2020 من 237.6 مليون دولار إلى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%. هذا ويبذل البلدان جهوداً مشتركة من أجل تعزيز التعاون في المجال الصناعي خاصة في القطاعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكيني. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة اجتماعاً لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال. واجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء لمساحة المشروع أو تكلفته الاستثمارية، وكذلك الاستثمارات الواردة من الخارج وغيرها من المحددات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة. وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها والملفات الجاري دراستها حاليا، مشيرا إلى إقبال عدد من المستثمرين للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير السياحة والآثار حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي. خلال اللقاء أشار مدبولي إلى وجود خطة لتحسين التجربة السياحية في مصر، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة. كما تم خلال اللقاء دراسة إطلاق عدد من المبادرات بدعم من الدولة تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية ودعم وتطوير النقل السياحي. صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية. تشمل الدفعة الجديدة كذلك الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية.
صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي والعام الماضي، وكذا الطلبة والطالبات من الحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير مقبول. كما أعلن مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول بكلية الشرطة عن قبول دفعة من طلبة الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد، كما أعلن عن مواعيد التقدم لكل فئة. أولاً، الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام السابق 2022. ثانياً، الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام السابق 2022. ثالثاً، الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجاً لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022 وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2021 و2022 تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 ولمدة 24 يوماً. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لهذا العام 2023 وطلبة الدور الثاني. تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 حتى يوم الخميس 31/8/2023 ولمدة 31 يوم. خامساً، الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه التخصصات التي تمثل احتياجاً لقطاعات الوزارة وشهادات الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 1/8/2023 وحتى يوم الخميس 14/9/2023 ولمدة 45 يوماً. التقديم لكل المؤهلات والإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها سيكون عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، والذي يتضمن أيضاً كافة ضوابط ومعايير القبول والمؤهلات المطلوبة. كما تم الإعلان عن تقديم حزمة من التيسيرات للمتقدمين للاختبارات بأكاديمية الشرطة منذ لحظة بدء الاختبارات المعلن عنها حتى الإعلان عن النتائج النهائية. إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. إعداد عدة منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية وبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق والتصوير الفوتوغرافي الفوري واستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين، تشكيل لجنتين للاستعلام على بوابتي الأكاديمية الرئيسية ورقم 5 للرد على استفسارات المترددين، إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم، توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق. ويتمتع الطلاب من الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا متنوعة يأتي في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراستهم توازن مرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصلين عليه. كما يحصل الخريج على كافة المزايا الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة من كافة المؤهلات لاختبارات ثقافية ورياضية وبدنية وصحية، ويمثل اجتيازها نجاحاً في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز والدراسة فيه وفق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تؤهلهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن.
الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة يفتح باب أمل للراغبين في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتفرد في أن يتقدموا ويجتازوا الاختبارات المحددة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. موجات حر شديدة تجتاح العالم وتتسبب في حرائق في عدة مناطق. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو. نقل البرهان للرئيس الكيني خلال الاتصال أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مؤخرا، مؤكدا سيادة السودان على أراضيه. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن العراق وسوريا بلدان مترابطان وبينهما روابط مشتركة، وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قال رئيس الوزراء العراقي أن العراق وسوريا يواجهان تحديات شح المياه، مضيفا أنه يجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة. استقبل أمير قطر تميم بن حمد الثاني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان خلال جلسة المحادثات الرسمية سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونتسك الأوكراني بافلو كيرلينكو أن مدنيين لقيا حتفهما بينما أصيب آخر في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم. وأوضح المسؤول الأوكراني أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفكا. قال حاكم منطقة بلغراد الروسية أن قوات كييف قصفت بلدة قريبة من الحدود مع أوكرانيا بصواريخ جراد، ما أسفر عن مقتل امرأة. ولم يصدر تعليق فوري من كييف التي لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا. ومنظومة جراد عبارة عن منصة لإطلاق الصواريخ متعددة الفوهات تثبت على شاحنات وتستخدمها القوات الأوكرانية والروسية، ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان استخدامها في قصف مناطق مدنية جريمة حرب. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القادة الأفارقة لبعثة السلام في أوكرانيا ستكون لديهم فرصة للحوار مع رئيس بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية المقبلة في سان بطرسبرغ. ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ يومي 27 و28 من شهر يوليو. القادة الأفارقة لبعثة السلام في أوكرانيا سيكون لديهم فرصة للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية المقبلة في سان بطرسبرغ، هكذا أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف. بيسكوف أوضح أن برنامج القمة لا يزال قيد الإعداد، لكن ستكون هناك بالتأكيد فرصة للحديث على الهامش. ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي
في سان بطرسبورغ يومي 27 و28 من يوليو. وتأتي تلك التصريحات في وقت قام فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا، بالإضافة إلى التطرق لقمة بريكس التي ستستضيفها جنوب إفريقيا الشهر المقبل. ويحتمل أن يحضر بوتين قمة دول مجموعة بريكس في أغسطس، وهو ما يمثل أمراً حساساً لكلا البلدين بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في مارس بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. وكان وفد من 7 دول أفريقية تشمل مصر وزامبيا وجزر القمر والسنغال وجنوب أفريقيا وكذلك جمهورية الكونغو وأوغندا قد قام بزيارة كييف في 16 من يونيو الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. وفي اليوم التالي استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوفد في سان بطرسبورغ. اجتاحت موجات حر شديدة بلدان العالم وتسببت في حدوث حرائق في عدة مناطق. هذا وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس. يبدو أن هذا الصيف سيكون ملتهباً في أجوائه في ظل موجات الحر الشديد التي تجتاح العالم. من الصين إلى الولايات المتحدة مروراً بأوروبا سجلت درجات حرارة قياسية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع الحرائق الناجمة عن تلك الموجات غير المسبوقة. إيطاليا تشهد موجة حارة سترتفع خلالها درجة الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى إطلاق تنبيه أحمر يشمل عدداً كبيراً من المدن الرئيسية مع توقع تسجيل 39 درجة مئوية. وفي ألمانيا يتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة في جزء كبير من البلاد وفق بيان صدر عن خدمة الأرصاد الجوية. أما اليونان فتعاني أيضا من موجة حارة اضطرت السلطات إلى إغلاق الأكروبوليس الشهير في أثينا خلال الساعات التي ترتفع فيها الحرارة. وتتأثر بالموجة بلدان شمال أفريقيا أيضا، ففي المغرب أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن موجة حار جديدة حتى الثلاثاء المقبل تتراوح معها درجات الحرارة بين 37 و47 درجة مئوية. وفي آسيا تعاني بعض مناطق جنوب وجنوب شرق الصين من موجة حر شديدة مع درجات حرارة بين 35 إلى 40 درجة مئوية، في حين دعت السلطات اليابانية السكان إلى توخي الحذر مع توقع وصول درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في شرق البلاد. وفي الجهة المقابلة من العالم يغلف لهيب الشمس منذ الجمعة الماضية عدة مناطق أمريكية من كاليفورنيا إلى تكساس مع تخطي درجة الحرارة 43 درجة مئوية لليوم 15 على التوالي. ويقول الخبراء إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تزيد من شدة موجات الحرارة ومن مدتها ومعدل تكرارها، بينما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس. ففي الصيف الماضي تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وحدها في وفاة أكثر من 60,000 شخص وفقاً لدراسة حديثة. أثرت درجات الحرارة المرتفعة في مياه فلوريدا الناجمة عن تغير المناخ على الشعاب المرجانية ما تسبب في تحول لونها إلى اللون الأبيض. وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة أن درجات الحرارة بمياه فلوريدا بلغت نحو 95 درجة فهرنهايت، مؤكدة أن درجات حرارة المياه العادية في هذا الوقت من العام تتراوح ما بين 73 إلى 88 درجة فهرنهايت فقط. شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية والذي عقد بالعاصمة الصينية بكين. وخلال المؤتمر أكد الوفد أهمية استمرار التواصل بين التنسيقية والحزب الشيوعي الصيني ودعم تنفيذ أنشطة تهدف إلى الارتقاء بمستويات العلاقات على كافة الجوانب.
تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسيوط أعمالها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وقد انطلقت أكثر من 43 فرقة طبية لتقديم خدمات الكشف الطبي لأهالي القرى والنجوع في مراكز المحافظة من خلال العيادات والمعامل المتنقلة، حيث تجري الفرق فحصا كاملا للأهالي. طائرات قوافل منطلقة في أماكن كثيرة على مستوى المحافظة، الأماكن المزدحمة، الأماكن اللي فيها تجمعات، النوادي، الكنائس، الجوامع، المصالح الحكومية، البنوك، كل ده هيتم استهدافه، وهنحاول ندعو ونعمل دعاية لهذه المبادرة عشان كل الناس تقدر تشارك فيها. المستفاد منها ايه؟ الاستفاد منها هو الوقاية. مبادرة 100 يوم صحة هي بدأت من يوم 25 يونيو ومستمرين لمدة 100 يوم لغاية أكتوبر. المبادرة بتشمل كل المبادرات الرئيسية اللي قبل كده، اللي هي الأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، صحة المرأة، الأورام السرطانية. كل المبادرات دلوقتي بنعمل توعية وتواصل مجتمعي، بيعمل تثقيف للناس إن هم يقبلوا على المبادرة ويطمنوا عن نفسهم. أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق التشغيل التجريبي لمركز استدامة لتدريب وتأهيل السيدات القرويات المعيلات بقرى الغلالب غرب أسوان، وذلك بهدف إحياء الحرف النوبية التراثية. يأتي إطلاق التشغيل التجريبي لمركز استدامة بقرى غرب أسوان ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال صناع الخير في التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات في أنحاء الجمهورية. بنشرف بإطلاق التشغيل التجريبي لأول مركز من مراكز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير لإحياء الحرف التراثية في جنوب مصر. النهاردة احنا موجودين في الغلالاب في غرب أسوان عشان نطلق التشغيل التجريبي لمركز استدامة لإحياء الحرف النوبية. واحنا بنتدرب في العرجون والمحفظة والمشنة وكده، فما كناش عارفين نصدر. جت شركة صناع الخير، مؤسسة صناع الخير، جت صدرت لنا الحاجات وجابت لنا الإمكانيات وكده. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، وذلك تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي، وذلك لحضور فعاليات المهرجان الذي تتنوع ما بين فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته، معنا على الهواء مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، انقل لنا فعاليات اليوم في إطار مهرجان العالمين. اهلا بك ايمان وبكل الساده المشاهدين، ارحب بكم مجددا من مدينه العالمين الجديده، المدينه التي تشهد اقبال كبير من الزوار على كل فعاليات المختلفه لمهرجان العالمين الجديده في دورته الاولى. يعني نتواجد تحديدا الان في الممشى السياحي الذي سيشهد عدد كبير من الفعاليات خلال الايام القادمه وخلال ايضا ايام المهرجان. عدد من الفقرات
الفقرات الفنية التي ستكون موجودة على هذا الممشى، بالإضافة إلى الفقرات وبعض الفرق التراثية والشعبية أيضا التي ستقدم كل فقراتها وأيضا فعالياتها من خلال هذا الممشى. وهذا الممشى هو ما يميز مدينة العلمين. نتحدث عن أن هذا الممشى بطول 14 كيلو مترا يقدم كل الخدمات الترفيهية. لكن دعوني أنقل لكم أيضا على ختام مباريات جيل التحد الذهبي وبطولة التيكبول بالأمس، كانت هناك أجواء مبهجة في يعني مساء أمس، كان هناك تشجيع كبير للمباريات التي انتهت بفوز فريق كابتن حسام غالي أمام فريق كابتن محمد فضل بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف. وكان هناك أجواء احتفالية كبيرة جدا فيما يتعلق بتوزيع الجوائز على الفائزين. كان هناك توزيع الميداليات على الفائزين وأيضا استلام الكأس للفريق الحاصل على المركز الأول وسط أجواء حماسية وتشجيعية وهدايا من قبل اللاعبين للجمهور الذي تواجد ويعني كان موجود وامتلأت كل المدرجات في أحد الشواطئ الجميلة في مدينة العلمين التي استضافت هذه البطولة، بالإضافة إلى بطولة التيكبول التي تم خلالها توزيع الجوائز على الفرق الفائزة من الفريق الحاصل على الجائزة الأولى والثانية والثالثة، والاستعداد أيضا للفعاليات القادمة وتحديدا لحفلة الفنان تامر حسني، بالإضافة إلى كل الحفلات التي ستستضيفها مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة. أيضا مساء أمس كان هناك حفلة فنية لإحدى الفرق الغنائية التي أشعلت حماس الجمهور وأيضا أضافت مزيد من البهجة والسعادة على وجوه الزائرين الذين حرصوا على حضور هذا الاحتفال. وكان هناك عدد كبير جدا في هذه الاحتفالية الفنية وعبروا عن سعادتهم بوجود مثل هذه الحفلات وأيضا التنوع في مهرجان العلمين الجديدة فيما يتعلق سواء كانت فعاليات رياضية أو فنية. وبالتأكيد سنتابع خلال الأيام القادمة كل الفعاليات المختلفة لمهرجان العلمين الجديدة. إذن أنشطة وفعاليات يعني عديدة تشهدها العلمين يوميا في إطار مهرجان العلمين. أشكرك من هناك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار الاقتصاد لدى محمد عبد الله، تفضل محمد. شكرا إيمان وشكرا أدا، ومشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة توقيعها عقودا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار. وأشارت جولي إلى أن هذه الإجراءات تمثل عنصرا حاسما في برنامج تسهيل الصندوق الممدد وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وخفض الديون، مؤكدة استمرار العمل مع الحكومة لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق. وأضافت أن هذا يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخرج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئها التابعة بالمنطقة الجنوبية شهدت نشاطا لافتا خلال الربع الأخير من العام المالي 2022-2023. وأوضحت المنطقة في بيان لها أن ميناء السخنة استقبل 140 سفينة متنوعة بحمولات تجاوزت 5.2 مليون طن، كما استقبل ميناء الأدبية بضائع بنحو 1,750,000 طن، وذلك باستقبال 96 سفينة خلال الربع الأخير من العام المالي. وقعت بريطانيا رسميا على معاهدة للانضمام إلى الاتفاقية التجارية الرئيسية عبر المحيط الهادئ لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى. وستصبح بريطانيا العضو 12 في الاتفاقية التي تخفض الحواجز التجارية، إذ إن بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات في المحيط الهادئ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبياً بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50% فضلاً عن عبء الديون الثقيل. وقال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار كانت متوقعة في عام 2023. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى أدا وإيمان. شكرا لك محمد.